لا تعاتب على الدمعة ولا على الحزن، من لم يحزن في الدنيا لا يدخل الجنة. الله قال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الدليل على أنهم وجدوا الحزن في الدنيا. فالحزن والدمعة هذه لا يعاقب الله عليها، بل هذه أمور لا يمكن أن يسلم منها أحد، لا بد أن تقع. لكن حاشاك وعافاك الله العويل والصراخ وقول كلمات تعارض القدر، هذا الذي لا يرضى، لا يأتي الشرع بها. لكن ما أنت فيه صبرك وقدوم الإخوة والزملاء جزاهم الله خير لحضور، يعني يثبتونك ويعزونك ويربط الله بهم على قلبك، هذا كله من الخير. فأنت أكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اربط على قلبي، اللهم عوضني خيرا، اللهم وعوضهم خيرا، وأمثال ذلك. يشرح الله عز وجل صدرك ويثبتك الله. وكل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة ثم تصغر. هذا من نعم الله على العباد. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق 6 من خديجة وماريا وإبراهيم من ماريا، فلم يبق في حياته إلا فاطمة، وكلهم سبقوه إلى الله، خديجة وأبناؤها، ثم بقي ولم تبقى إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وحتى إبراهيم لما فرح به وقال للناس: رزقت الليلة بمولود أسميته على اسم أبي إبراهيم، ما مكث 18 شهرا إلا وتوفي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم ولا محزنون. ختاما، المقام ليس مقام إطالة، لكن أسأل الله أن يربط على قلبك ويثبتك ويعوضك خيرا ويعظم أجرك وينزل عليك السكينة ويرزقك الصبر، إن ربي لسميع الدعاء. جزاك الله خير وشكر الله فضلك. صالح، كل مؤمن مبتلى ولا في ربنا يصطفي من درجات حب الناس الى الانبياء ثم الامثل فالامثل. وهذه لا نريد تزكيك على الله، فيها نوع من الشهاده، يعني من الشهاده اقصد بمعنى البرهان من الله عز وجل على ان شاء الله نزكيك على الله على صلاحك وتقواك. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، من يريد الله به خيرا يصب منه، فقد أصاب الله منك. لكن بقي الخطوة الأخرى، الطريقة الثانية، يثبتك الله، وقد ثبتك ولله الحمد. أنت ما في المجلس بسكينة ووقار. الحمد لله. جزاك الله خير، شكر الله.